قال رحمه الله: باب الحساب وأصول المسائل والعول. الحساب ليس الحساب الحساب جمع والطرح وكذا، لا، هنا الحساب يراد به حساب مسائل الفرائض، مفهوم؟ نعم. قال رحمه الله: وللحساب إن ترم محصلة فاستخرج السبع الأصول أولا، 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. نعم. ولا تكن عن حفظها بذاهل. نعم. فإنها قسمان يا خليل، ثلاثة منها التي تعول. نعم. طيب، الخلة هي خالص المحبة، قد تخللت مسلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا. عندنا الآن أصول المسائل كم؟ 7 2 3 4 6 8 12 24. ثلاث منها تعود، 6 و12 24. قال إن كثرت فروضها تعود. انتبه معي، الستة اللي نخرج من الستة أكثر منها، الستة نخرج منها النصف كم؟ 3، والثلث 2، هذه 5، والثلثان 4، 4 و5 9، زادت على 6، إذن تعول. لكن تعال للأربعة، الأربعة فيها الربع 1 والنصف 2، المجموع 3 وهي 4، ما تعول. تعال للثمانية، الثمانية فيها النصف 4 والربع 2 والثمن 1، كم وصلنا؟ 7، إذن ما تعول. خلاص، إن كثرت فروضها أو فروعها يقول تعول. إذن عندنا تعول الستة 4 مرات على التوالي إلى 7 و8 و9 و10. خلاص. طيب، والاثني عشر تعول 3 مرات بالعدد الفردي، 13 و15 و17. انتهينا. يبقى معنا 24 تعول مرة واحدة إلى 27، وتسمى بالبخيلة. ليش؟ لماذا ما تسمي الاثنين والثلاثة والأربعة والثمانية بالبخلاء؟ ولماذا سموا هنا 24 بخيلة؟ قالوا لأنها رافقت الكرام. 6 عالت 4 مرات، والـ12 3 مرات، فرافقتهم وعالت مرة، فهي بخيلة، مفهوم؟ وتسمى عندهم أسماء، هنا أسماء لبعض المسائل. الستة إذا عالت إلى 10 يسميها البعض، عندهم بعض المسائل معروفة لها أسماء، تسمى أم الفروخ. أم يعني فرخت، فرخت مثل ما تفرخ الدجاجة، فرخت حتى الستة حتى وصلت إلى 10، وتسمى أم الفروج بعض المسائل عندهم هنا. وتسمى عندهم 27، 24 إذا عالت للـ 27 عندهم مسألة تسمى المنبرية، لأنهم قالوا أن علي رضي الله عنه كان يخطب على المنبر قائلا: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة. فعندما وصل هنا قام رجل وقال: يا أمير المؤمنين، مسألة فيها زوجة وبنتان وأبوان، ما نصيب الزوجة؟ لم يتوقف علي رضي الله عنه وأكمل على القافية يعطيك العافية، يعني على السجن، قال: الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة، صار ثمن الزوجة 9، لأن كانت تأخذ 3 من 24، هذا الثمن، فالعول أخذ 3 من 27 هو 9، قال: صار ثمن الزوجة 9، وحل المسألة وانتهى وكمل على القافية، مفهوم؟ ولا يصح. نعم، تسمى المنبرية. نعم. قال رحمه الله: فإنها قسمان يا خليل، ثلاثة منها التي تعول، فالست للسدس مخرجا ترى، وضعفها للربع مع ثلث جرى. نعم. أو سدس وضعف ضعفها أتى، مخرج سدس مع ثمن يا فتى. أخذنا بالأمس قلنا مسألة فيها ثلث وربع من 12، صح؟ ثمن وسدس من 24. نعم. وقلنا إذا تعبت اجعل أي مسألة فيها فروض من 24 ثم بعد هذا اختصرها. نعم.
فهذه العول عليها يدخل إن كثرت فروضها يا رجل. نعم. فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا. شفعا ووترا، الستة تعول إلى السبعة والثمانية والتسعة والعشرة. أمثلة لا إشكال. دائما هنا إذا يعني كنت تدرس المثال دائما تكتب مثال واضح سهل، لا تكتب مثال معقد. يعني هنا مثلا عول الستة للسبعة، تقول زوج وثلاث أخوات شقيقات، الزوج النصف، ثلاث أخوات شقيقات كم؟ ثلثين. مسألة من ستة، النصف ثلاثة، الثلثين أربعة، المجموع سبعة. تريد تعول إلى ثمانية، حط أم السدس، صارت كم؟ ثمانية. تمام. تسعة، حط إخوة لأم واحذف الأم، أخذ الثلث، صارت من كم؟ تسعة. تريد عشرة، ضع الأم أو الجدة، صارت من عشرة. انتهينا الآن من من؟ من عول الستة بالأمثلة. تعال لمن؟ 12. سهل جدا. تقول زوج، لا خليها زوجة وأخوات شقيقات. الزوجة تأخذ الربع ثلاثة، أخوات شقيقات تأخذ ثلثين، الثلثين ثمانية، ثمانية وكم؟ وثلاثة كم؟ 11. حط أم، ها شيخ، الأم اثنين، اثنين وثمانية وثلاثة 13، صار عول إيش؟ على 12. تريد تجعلها 15، صح؟ العول 15، احذف الأم وحط إخوة لأم، صارت 15. تريد 17، ضع الأم مرة أخرى، صارت 17. وانتهينا، مفهوم؟ تمام. أما بالنسبة للعولة 27، أنت قلنا زوجة وبنات وأب وأم، الزوجة الثمن ثلاثة، البنات 16، والأب سدس كم؟ أربعة، والأم سدس أربعة، المجموع 27. نعم. قال رحمه الله: فتنتهي الستة فيه تترى شفعا إلى عشرة ووترا، وضعفها وترا لسبعة عشر، وضعف ضعفها بثمنه انتشر. نعم. وأربع لا عول فيها يقفو ثمن وربع ثم ثلث نصف، فمخرج النصف من اثنين غدا. النصف من اثنين، والثلث من ثلاثة، والربع من أربعة، والثمن من ثمانية، هذه الأصول التي لا تعول. نعم. فمخرج النصف من اثنين غدا، والثلث من ثلاثة وقد بدا، من أربع ربع ومن ثمانية ثمن، فذي هي الأصول الثانية. وحظ كل وارث إن حصل من أصلها فالقصد منه كمل. نعم.